إن السلف يقولون إن المعطل يعبد عدما، لأن الشيء الذي لا صفة له هو في حكم المعدوم لا في حكم الموجود، بينما المشبهة يعبدون صنما. ولتعلم وهو اللفظ السليم الذي ينبغي أن نلتزم به أن يقال عن المشبهة ممثلة لأسباب، أذكر سببا واحدا ولا في الأسباب كثيرة، أن من ينفي الصفات كالجهمية والمعتزلة يقولون عمن يثبتها وهم أهل السنة والجماعة، يصفون بأن مثبتها وهم أهل السنة والجماعة يقول هم مشبهة، لأنهم لما أثبتوا وهم أهل السنة والجماعة في نظر هؤلاء لما أثبتوا الأسماء والصفات شبهوا الله بخلقه.